نشرة السابعة والنصف من رؤيا أهلا بكم أهلا ليلى مشاهدينا أهلا بكم وإلى أبرز العناوين جلالة الملك يؤكد أن موقف الأردن السياسي والعسكري قوي جدا ويعرب عن ثقته بقدرة مؤسسات الدولة والشعب الأردني على صون استقرار المملكة وزير التربية والتعليم ينتقد النتائج الصادمة للمتقدمين لامتحان الوزارة لوظيفة معلم ويؤكد أن الوزارة ليست حلا للبطالة ديوان الخدمة المدنية ينفي نشر نتائج امتحان وزارة التربية والتعليم لوظيفة معلم. مصر تطلب من الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي تمديد التهدئة الحالية دون سقف زمني ولا بوادر انفراج في مفاوضات القاهرة. و 127 مليون دينار مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي على المنشآت، والمؤسسة تؤكد أن المديونية لن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم. والى تفاصيل النشره. اكد جلاله الملك عبد الله الثاني ان مؤسسات الدوله والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه قادره وبوعي ابناء وبنات الوطن وروحهم الوطنيه العاليه على صون استقرار الاردن وتعزيز منعته مؤكدا ان موقف الاردن السياسي والعسكري قوي جدا في هذه المرحله. وقال جلالته خلال لقائه رئيس واعضاء كتله التوافق الوطني النيابيه في قصر الحسينيه قال ان الاردن يضع مصالحه الوطنيه العليا في المقدمه عند التعامل مع الظروف والتحديات الاقليميه مؤكدا دعم الاردن الدائم وعبر التاريخ لقضايا الامتين العربيه والاسلاميه. واضاف جلالته ان توجيه الحكومه لتفعيل دور وزاره الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئه المستقله للانتخاب يتوافق مع الاولويات الوطنيه للاصلاح ويمهد للانتقال الى مرحله جديده من الاصلاح الشامل المرتكز على مبادئ الشفافيه وتعزيز المشاركه الشعبيه وتحمل المسؤوليه الوطنيه من الجميع وحول مسيره الاصلاح في الاردن اشار جلالته الى ان مسيره الاصلاح الشامل التي ينتهجها الاردن بتدرج وثبات وتوازن تستند الى اهداف واولويات وطنيه يتوافق عليها ابناء وبنات الوطن وشدد جلاله الملك على ان الانجازات التي حققتها المملكه في مجال الاصلاح وتلك التي تقترب من تحقيقها تثبت ان مختلف الظروف والتحديات الاقليميه لم تعق المسيره الاصلاحيه والتنمويه والتحول الديمقراطي في المملكه وفي الشان العربي وتحديدا ما يحدث في غزه اكد جلاله الملك مواصله الاردن لجهوده مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه بشكل نهائي مشددا على ضروره بلوره تصور واضح لاعاده اعمار غزه وداعيا الى ضروره تكثيف المساعي الدوليه باتجاه اعاده استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم وفيما يتعلق بالازمه السوريه اشار جلالته الى ضروره ايجاد حل سياسي شامل للازمه ينهي معاناه الشعب السوري الشقيق وحول العراق اكد جلالته دعم الاردن لكل الجهود المبذوله للحفاظ على وحده العراق من خلال اطلاق عمليه سياسيه شامله تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي طلع جلاله الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه اليوم على ما تم انجازه ضمن الخطط التنفيذيه للاستراتيجيه الامنيه التي تتبعها مديريه الامن العام وعلى ابرز التطورات والتحديثات في مستوى الخدمات الشرطيه والمروريه واعرب جلالته خلال زيارته الى مديريه الامن العام واجتماعه مع الفريق اول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبه مدير الامن العام اعرب جلالته عن تقديره للجهود الكبيره والمتميزه التي يبذلها منتسبو الامن العام من خدمات شرطيه وانسانيه وما تنهض به مختلف الوحدات الشرطيه من مسؤوليات تساند جهود مؤسسات الدوله في انفاذ القانون وتحقيق سيادته خدمه للمواطنين والمتواجدين على اراضي المملكه وحمايه ارواحهم وممتلكاتهم واكد جلالته ضروره استمرار عمليه التطوير والتحديث في مفهوم العمل الشرطي المتخصص على اسس قانونيه واحترافيه ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الاجهزه الامنيه للتعامل مع مختلف المستجدات والتحديات التي تواجهها المملكه وعلى هامش الزياره افتتح جلاله الملك مبنى الامن الوقائي في موقعه الجديد في مجمع مباني مديريه الامن العام وجال في اقسام المبنى واطلع على التجهيزات الفنيه والتقنيه التي تسهم في رفع مستوى الاداء الشرطي وتعزز من كفاءه العمليه الامنيه وامكانيات التعامل مع الجريمه والواجبات المنوطه بهذه الوحده الشرطيه المتخصصة من جانبه الفريق أول الركن الطوالبة أكد أن جهاز الأمن العام ماض في تنفيذ توجيهات القائد الأعلى لتسخير كافة الإمكانات والطاقات المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين عبر وزير التربيه والتعليم الدكتور محمد الزنيبات عن صدمته من النتائج التي اسفرت عنها امتحانات وزاره التربيه والتعليم للمتقدمين لوظيفه معلم وانتقد وزير التربيه والتعليم مخرجات التعليم الجامعي والمدرسي مشيرا الى ان بعض الخريجين الذين يحملون درجه البكالوريوس في الشريعه لا يعرفون الفرق بين الصور المكيه والمدنية مضيفا أن مخرجات التعليم بدأت تظهر على حقيقتها نتيجة السكوت سابقا عن مواطن الضعف وقال ذنبات إنه لن يكون هناك معلم ضمن كوادر التربية يحصل على 2% في امتحان تخصص بمادته ولن يسمح بذلك ما دام في منصبه مشيرا إلى أن المعلم ينبغي أن ينجح بالامتحان التنافسي ثم يخضع لبرنامج تدريبي ليدخل بعدها إلى الصف وشددت نبات على أنه لن يكون هناك تعيين بناء على دور الشخص في ديوان الخدمة المدنية مضيفا أن وزارة التربية والتعليم ليست حلا للبطالة لن يدخل وزارة التربية والتعليم بعد اليوم إلا من تقدم الامتحان التنافسي فأن أسعفه الامتحان التنافسي سنؤدي له التحية والتقدير والإحترام ثم نخضعه لبرنامج تدريبي حتى نعالج العملية ثم ندفع به إلى الصف لكن على الدور ديوان الخدمة المدنية تلك أمة قد خلت هذه صفحة قلبناها ما في على الدور وأنا قلت هذا الكلام في, في مواقع المسؤولية وزارة التربية والتعليم ليست مكانا لحل مشكلة ومن جهة أخرى نفى ديوان الخدمة المدنية أن تكون النتائج التي أعلنها اليوم هي نتائج امتحان وزارة التربية والتعليم لوظيفة معلم، مبينا أنها نتائج امتحانات تخص دوائر أخرى، وأكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج على موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني حال انتهاء اللجان المختصة من تدقيقها بالصورة النهائية وصدورها بشكل رسمي. ونبقى في سياق العملية التربوية حيث تضاربت الأنباء حول مدى نجاح إضراب المعلمين عن العمل الذي دخل يومه الثاني في ظل عدم دوام الطلبة بعد. من جهة ثانية يواصل مجلس النواب جهوده للتوصل إلى حل مع نقابة المعلمين يحقق مطالبهم وينهي الإضراب قبل بدء دوام الطلبة المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وكانت نقابه المعلمين اعلنت اضرابا عن العمل الاسبوع الماضي بدا يوم امس للمطالبه بتعديل نظام الخدمه المدنيه وتحسين خدمات التامين الصحي واحاله صندوق الضمان لهيئه مكافحه الفساد واصدار تشريعات رادعه حول الاعتداء على المعلم بالاضافه الى اقرار علاوه الطبشوره ونظام المؤسسات التعليميه الخاصه وفي ذات السياق ولكن من اربد اكد رئيس فرع نقابه المعلمين في محافظه اربد قاسم المصري ان اضراب المعلمين مستمر حتى تحقيق المطالب كافه ودعا المصري خلال اجتماع تشاوري نظمته النقابه في اربد دعا المعلمين الى مواصله التوقف عن العمل واكد ان المعلمين لا يمثلون تنظيما سياسيا وان هدفهم تعديل نظام الخدمه المدنيه وتحسين خدمات التامين الصحي بالاضافه الى اصدار تشريعات رادعه للاعتداءات بحق المعلمين وشدد على ضروره اقرار علاوه الطبشوره واقرار نظام المؤسسات التعليميه الخاصه. انه قمنا بوقفات احتجاج واعتصامات وكان عندنا اعتصام مركزي في 29/5 على الدوار الرابع في عمان وهو بين قوسين دوار المعلم من اجل تحصيل هذه الحقوق. وأيضاً الحكومة الأردنية تعي تماماً أن هذه الحقوق وهذه المطالب هي حق مشروع للمعلم الأردني اقر مجلس الاعيان في اولى جلسات الدوره الاستثنائيه الثانيه مشروع قانون الاحداث كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات وخلف الاعيان مجلس النواب في تعريف شرطه الاحداث باعتبار ان اداره شرطه الاحداث انشئت اصلا بمديريه الامن العام ولا يجوز النص على انشائها بموجب قانون الاحداث او اي قانون اخر ويهدف القانون وفقا لاسبابه الموجبه الى تطبيق العداله الاصلاحيه والى ان يكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العداله الجزائيه العقابيه لتحقيق المصلحه الفضلى للحدث من خلال اشراك فئات المجتمع للمساهمه في معالجه تلك القضايا والعمل على تاهيل الحدث واعاده دمجه في مجتمعه بصوره تكفل نموه نعم لنا واستقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم طائرتي مساعدات إماراتية لقطاع غزة مقدمة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم في مطار ماركة العسكري، يشار إلى أن الهيئة استقبلت منذ اندلاع الحرب على غزة 24 طائرة إماراتية وسيرت 200 شاحنة مساعدات إماراتية. إكمالاً للمساعدات الإماراتية لقطاع غزة، استقبلت الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم طائرتي مساعدات في مطار ماركا العسكري مقدمة من سمو الامير الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بحضور وفد من دولة الامارات تترأسه شيماء الزروعي مديرة المدينة العالمية للخدمات الانسانية مندوبة عن الاميرة هيا بنت الحسين وبحضور نائب المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين مارغوت اليس. الطائرتان تحملان 27 طنا من المساعدات الإغاثية تحوي ستين ألف وجبة غذائية وأدوية وغيرها من المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع تلك المساعدات من الإمارات لم تقتصر على الجسر الجوي فقط بل بدأ اليوم تسير جسر بري أيضا يضم عشر شاحنات تحمل مواد إغاثية وإنسانية وذلك بالتنسيق ما بين دولة الإمارات والهيئة الخيرية الهاشمية ومنظمة الأنوروا اليوم وصلت الطائرة رقم 24 ومحملة بالمواد الإغاثية وسيتم فورا إنزال المواد وإيصالها إلى مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية وإيصالها بعد ذلك بعد الإجراءات اللوجستية إلى مستودعات الأونر وفي قطاع غزة وهذا لا يعني أنه اليوم وصول آخر طائرة إنما هناك عشر شاحنات عن طريق البر وسيبدا اعتبارا من اليوم وصول الجسر البري من دوله الامارات بتبرع من سمو الشيخ محمد بن راشد. تواجدنا اليوم في مطار ماركا نختم فيها الرحلات الجويه اللي امر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله، رئيس مجلس وزراء حاكم دبي. واللي وكل فيها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي بأنها تقوم بالتنسيق والتنظيم بين المؤسسات الدولية اللي موجودة في في دولة الإمارات بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الموجودة المثال هذا يعكس طبعا ابتدينا الرحلات من 21 سبعة يوليو وهذا يعكس أهمية الدور اللي نحن نلعبه مع كل الأطراف جهود تضامنيه رسميه وشعبيه منذ بدء العدوان على قطاع غزه من خلال استقبال المساعدات وارسالها ضمن جسر من القوافل للاهل في القطاع الذي يعاني جراء تداعيات العدوان الصهيوني تاكيدا على الاستمرار في استقبال المساعدات من الدول الشقيقه وتبني ايصالها للمصابين والمحاصرين في غزه استضاف المجلس الاعلى المتقاعدين العسكريين في نادي الضباط في مدينه اربد لقاء حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وما خلفه من دمار، وقال المستشار الاول في السفاره الفلسطينيه في عمان حاتم الكايد ان الاردن يلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات لاهالي القطاع، لا سيما فيما يتعلق بعلاج الجرحى سواء اكان عن طريق المستشفى الميداني او عن طريق المستشفيات الاردنيه. وأعلن المجلس أن وفدًا يمثل المتقاعدين العسكريين في إربد سيتوجه إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة كانت هذه الندوه اللي جمعت عدد كبير وحشد كبير من المتقاعدين العسكريين وايضا فعاليات شعبيه واجتماعيه، كان الحديث واضح وصريح عن حجم الدور الاردني الذي كان من خلال المساعدات الانسانيه التي قدمت بشكل كبير جدا لاشقائنا في فلسطين سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه، وايضا كان هناك دور سياسي واضح للقياده الهاشميه بالعمل على وقف العدوان وننتقل الآن إلى الأخبار الأراضي الفلسطينية. ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم أن مصر طلبت من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي تمديد التهدئة الحالية دون سقف زمني، وذلك قبل ساعات من انتهاء التهدئة الحالية التي استمرت خمسة أيام. ويأتي الطلب المصري وسط مؤشرات على عدم وجود انفراجة في مفاوضات وقف النار التي تجري بواسطة مصرية. وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض قيس عبد الكريم أن تعديلات الجانب الإسرائيلي السيئة على ورقة التفاهمات التي قدمها الوسيط المصري غير مقبولة للجانب الفلسطيني في غضون ذلك أعلنت كل من مصر والنرويج أن مؤتمرا لإعادة إعمار غزة سيعقد في القاهرة بمجرد التوصل إلى اتفاق إلى وقف إطلاق نار مستدام ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل لبحث عقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع في غضون ذلك اعاد الرفض الاسرائيلي مطالب المقاومه الفلسطينيه في مسار مفاوضات وقف النار في غزه الى مربعها الاول بحسب عضو الوفد الفلسطيني عن حركه حماس موسى ابو مرزوق ويرجح مراقبون فشل التوصل الى وقف اطلاق دائم للنار في جوله المفاوضات الحاليه وسط توقعات بتمديد الهدنه المؤقته وذلك قبيل ساعات قليله من انتهاء هدنه الايام الخمسه التي طلبها الوسيط المصري ساعة تلو ساعة تحسم ما تبقى من مهله تهدئه مقرره في مفاوضات القاهره للوصول لوقف اطلاق النار مع انتهاء اخر 24 ساعه منتصف هذه الليله اجواء تشاؤميه تخيم على احتمالات مفتوحه في حال الفشل في التوصل الى اتفاق غزه دفعت ثمن باهظ دمار غير مسبوق بنية تحتية مدمرة وبالتالي ماذا لدى غزة لتخسر من الحرب ولكن لدى إسرائيل ما تخسر من الحرب القادمة اقتصاد ثقة العالم الرأي العالمي بدأ يتحرك نتنياهو المتعنت تجاه عدم إعطاء أي إنجاز سياسي لحماس أصدر تعليماته لوفده المفاوض بعدم التوقيع على أي اتفاق لا يلبي مطالب إسرائيل الأمنية إسرائيل تحاول أن تخرج إلى معادلة جديدة لا سلم لا حرب هدوء مقابل هدوء وهذا لن يجدي لن يصح ما دامت المقاومة تستطيع أن تصنع صاروخ واحد يوميا وتطلق على تل أبيب فهذا ليل لن يكون هناك هدوء بالتالي أعتقد مع منتصف الليل سنسمع خبر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بشروط المقاومة كما هي عضو الوفد الفلسطيني المفاوض عن حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد أن لا تمديد لهدنة ثالثة ولا تنازل عن أي حق من حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني هناك تدخلات لقوى إقليمية عاودت من جديد لي... ليكون هنالك اتفاق بين اسرائيل وحماس وسحب الورقه القويه من يد القياده الفلسطينيه وايضا من يد المبادره المصريه ان قطر وتركيا تريد ان تقول اننا ها هنا نحن الفاعلون في هذا الاقليم هل مماطلة اسرائيل تعكس تخبط نتنياهو الذي وصفته حماس بانه اسير التناقضات الداخلية، وبالتالي سنراه خاضعا يوقع على المطالب الفلسطينية؟ هل سينتصر صاروخ المقاومة ويكلل بانتصار سياسي؟ ام ان غزة ستعيش مرحلة الوقت الضائع ما بين حرب وسلم؟ الشارع الفلسطيني بانتظار اجابة المفاوضين منتصف هذه الليلة. من مدينة رام الله، زينة صندوقة، رؤيا اهلا بكم من جديد نجحت المقاومة الفلسطينية من خلال استخدام الأنفاق في تحقيق عنصر المباغتة في المعارك البرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما أفقد العدو توازنه وألحق به خسائر غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق إيتان بن الياهو أكد أن هناك ثلاث قوات في الحروب هي سلاح الجو والبر والبحر لكن لأول مرة في تاريخ العلوم العسكرية نشهد سلاح الأنفاق في غزة وهو سلاح أثبت فعاليته أسفل حطام المنازل والمدارس والمساجد ما زالت المقاومة الفلسطينية تنتقل من مكان لآخر عبر أنفاق تحت الأرض على انخفاضات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى عشرين متراً أنفاق جرى العمل على حفرها منذ سنوات إلا أن النشاط الفعلي لعملية حفر الأنفاق بدأ بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وتركزت على الشريط الحدودي بين غزة ومصر بعد أن فرض الاحتلال على غزة حصارا خانقا الغزيون اتخذوا من هذه الانفاق سبيلا لهم لادخال المواد الغذائيه ومستلزمات البناء خاصه الاسمنت والحديد بعد ان منع الاحتلال ادخالها الى غزه الا من خلال معبر كرم ابو سالم الا ان حكومه الاحتلال لطالما ادعت ان هذه الانفاق ما هي الا وسيله لتهريب السلاح الى داخل قطاع غزه فبدات في عام 2006 بشن عدوانها على غزه بحجه هدم الانفاق. في العدوان المستمر منذ أسابيع على قطاع غزة أحدث المقاومون الفلسطينيون تقدما نوعيا في عمليات الاشتباك مع العدو كان للأنفاق دور هام في تحقيق نصر وصفه المراقبون بالنوعي وهذا ما تؤكده روايات من نفذها ذهب أحد المجاهدين لاستطلاع المكان وأخذ معه قاذف الأربجي وهناك ذهب ليستطلع الآليات وأينهم كانت المعلومة الأخيرة أن الآليات موجودة على بعد مسافة كبيرة لكن فوجئ المجاهد الذي خرج للاستطلاع أن الآلية تبعد عنه فقط سبعة أمتار وبفضل الله سبحانه وتعالى ذهب بعد أن نصبها دخل إلى داخل النفق وأمن الشباب وقام بتفجيرها وشوهد الدخان بعد ساعة وهو يتصاعد إلى عنان السماء أروقة أنفاق غزة ما زالت شهيدة على عشرات وربما مئات العمليات التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال والعديد من مقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال العدوان المستمر على قطاع غزة أظهرت كيف أحدثت هذه الأنفاق نصرا للمقاومة الفلسطينية في غزة هذه الأنفاق التي أعدها الشباب المجاهدون الذين ضحوا بدمائهم واموالهم وارواحهم واوقاتهم في سبيل هذه اللحظات التي يخرج من هذه الانفاق المجاهدون ليلقنوا العدو الصهيوني درسا لن ينسوه ابدا في اوج العدوان الهمجي على قطاع غزه وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه جيش الاحتلال عن نجاحات كبيره في عملياته العسكريه لتفجير انفاق غزه كانت الفصائل الفلسطينيه تبث صورا لتحركاتها خلف خطوط العدو مفنده كل تلك النجاحات الزائفه ومؤكده في ذات الوقت ان العدوان على غزه لم يكن لهدم الانفاق بل لهدم معنويات وقدرات المقاومه في غزه وهذا ما لم تنجح به حتى الان بن طريف رؤيا. هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم منزل المطارد من قبل الاحتلال عامر ابو عيشه ومنزل الاسير حسام القواسمي المتهمين بخطف وقتل ثلاثه مستوطنين في الخليل في حزيران الماضي، كما اغلقت قوات الاحتلال بالباطون الجاهز منزل مطارد اخر يدعى مروان القواسمي في المدينه. واقتحم مئات من جنود الاحتلال عده مناطق في مدينه الخليل مستخدمين ما يقارب ثماني خلاطات باطون لاغلاق الشقه التي يملكها القواسم فيما اخلوا عددا من المنازل المحيطه بمنزلي عامر وحسام وقاموا بزرع المتفجرات فيها وهدمها واعتلى جنود الاحتلال عددا من المنازل في المدينه ونفذوا عمليات تمشيط للاراضي المحيطه بالمنازل المذكوره واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فجرا اصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام كما اعتقل الاحتلال تسعه اشخاص في عده مناطق بالضفه الغربيه استنفرت وزارة الصحة الفلسطينية تواقمها الطبية والصحية لمواجهة مرض الإيبولا الذي غزا بشكل كبير القارة الافريقية ونتج عنه 1145 حالة وفاة حتى الان وزارة الصحة الفلسطينية تواصلت مع منظمة الصحة الدولية بشان المرض الخطير الذي تصل نسبة الوفاه فيه الى 90% وطمأنت الوزارة المواطنين الفلسطينيين انها لم تسجل حتى الان اي حالة اصابة ب بالمرض غزا فيروس الايبولا والمرض المصاحب له بلدان غرب القاره الافريقيه السمراء ودفع بالعديد من الدول لاغلاق مطاراتها واعلان حالات طوارئ والمطالبه باعطائها العقاقير. دوله فلسطين صارعت كبقيه الدول لتجهيز طواقمها الطبيه والصحيه لمواجهه المرض الخطير الذي تصل نسبه الوفيات نتيجه هذا المرض الى 90%. وزاره الصحه الفلسطينيه اكدت ان لديها اطباء قادرين على التعامل مع المرض والامراض المعدية بشكل عام. هذا المرض لا يوجد له طعم ولا يوجد له علاج قاتل للفيروس بينما نحن نتعامل مع الحاله من ناحيه طبيه بمعالجه الاعراض تخفيف المضاعفات تدعيم المريض وتقويته أعراض فيروسية مثل مثل أمراض الإنفلونزا العادية من حمى من ألم في الرأس في المفاصل تعب عياء قلة شيء الأكل تنتهي بالحمى النفسية اللي هي من العينين من الأنف من الفم من الجهاز البولي من الجهاز الهضمي المرض الخطير الإيبولا انتشر بشكل كبير في القارة الإفريقية نتج عنه أكثر من 1145 حالة وفاة حتى الآن حيث حذر على سكان القارة الإفريقية السفر من بلدانهم للحد من انتشار المرض ويشار الى وجود حوالي 70 الف افريقي يعيشون في دوله الاحتلال حظر عليهم السفر كما طمنت وزاره الصحه الفلسطينيه المواطنين الفلسطينيين بانها لن تسجل حتى الان اي حاله وان طواقمها على جهوزيه كامله لمنع انتشار المرض ووصوله الى فلسطين حاليا يوجد لدينا جاهزيه لفحص والتقصي لكن الناس تبعد استبعاد كبير حاليا وجود المرض فيش عندنا اي حاله الحمد لله ونامل ذلك مرض الايبولا يعد من اخطر الامراض المعدية وتظهر علامات المرض في مراحله الاولى بالارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة والالام الشديدة بالراس والام في العضلات وفي مرحلته الثانية يشهد الجسم نزيفا داخليا وخارجيا بالاضافة للتقيؤ والاسهال وقصور في وظائف الكلى جهوزية الطواقم الطبية والصحية لمواجهة مرض الإيبولا يعني تطورا وتقدما ملحوظين في عمل الطواقم الطبية رغم المعوقات التي تحاول دائما أن تعيق أي تطور فلسطيني أحمد براهم رؤية رام الله وبالعودة إلى الشأن المحلي دعا رئيس جامعة مؤتى الدكتور رضا الخوالد الحكومة إلى دعم الجامعة ماليا لتستطيع دفع رواتب موظفيها الشهرية التي تقدر قيمتها بأحد عشر مليون دينار في ظل عجز بموازنة الجامعة مقداره ثمانية عشر مليون دينار وأضاف الخوالد أن الجامعة تمر بظروف اقتصادية صعبة إلا أنها والتزاما منها بأهمية التطوير والتحديث تعمل على تنفيذ مشاريع لتطوير المرافق الأكاديمية بكلفة تصل إلى 15 مليون دينار من مصادر تمويل مختلفة، وقال الخوالدة خلال مؤتمر صحفي أن ظروف الجامعة المالية الصعبة لن تحول دون استمرار مسيرة التميز والتطور حيث ستعمل الجامعة على ابتعاث أكثر من 200 طالب للدراسة في مختلف التخصصات الأكاديمية ليعودوا للتدريس في الجامعة في المستقبل من بينهم 106 مبتعثين جدد. الخوالدة أكد أن أعداد الطلبة في الجامعة بلغت نحو 23 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات الأكاديمية من بينهم 3000 طالب وطالبة في تخصصات الدراسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجامعة لن ترفع الرسوم على الطلبة وخصوصا في درجة البكالوريوس ونبقى في القطاع الجامعي حيث وقعت الجامعه الهاشميه مذكره تفاهم مع المركز الدولي للبحوث الزراعيه في المناطق الجافه ايكاردا لانشاء اكاديميه الاراضي الجافه في الجامعه، وذلك تحت رعايه سمو الامير الحسن بن طلال، وتختص هذه الاكاديميه في اجراء بحوث ودراسات عن المناطق الجافه وسبل تنميتها وتطبيقها فيما بعد فيما بعد البادية الأردنية والمناطق الجافة في المملكة ويهدف هذا التعاون بين الأردن والمركز إلى تدعيم الأمن الغذائي وتحسين معيشة القاطنين في المناطق متدنية الأمطار كالبادية وخلق فرص عمل زراعية وتحسين دخل المزارعين إضافة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة استغلال الموارد الطبيعية من المياه والأراضي والتنوع الحيوي وكذلك العالم العربي بصفه عامه والرقعه الزراعيه بصفه خاصه التي تتلاشى يوما بعد يوم تحتاج الى هذه الاوضاع الى اعاده تقييم، اولا الانتشار المدني العشوائي غير المنضبط اكل الكثير من حياه المناطق المنعشه زراعيا واقول في هذا المجال ان مناطق الباديه تحتاج الى عنايه خاصه بتوفير مفهوم العنايه المتكامله للانسان وللمحيط وللانتاجيه ضمن مفاهيم زراعيه سليمه اقام المعهد الوطني للتاهيل المجتمعي وبالتعاون مع مديريه صحه الكرك دولة دوره العلاج الطبيعي لذوي الاعاقه والتي تهدف الى تزويد المتدربين من المجتمع المحلي والجمعيات المعنيه بالاسس النظريه للعلاج الطبيعي والتدريب العملي على الاجهزه الطبيه المتوفره في مراكز العلاج الطبيعيه من خلال الاطلاع على الادب النظري المتضمن لمحه موجزه عن العضلات الرئيسيه في الجسم والتشريح الوظيفي للعضلات اضافه الى لمحه عن الاعصاب الطرفيه واعصاب الجلد واجراء تمرينات عمليه امام المتدربين والى موضوع الشوكولاته حيث نتائج دراسه اجريت مؤخرا بينت ان الشوكولاته تؤثر ايجابا في عمليه التمثيل الغذائي، واجرى فريق علمي من بريطانيا وسويسرا اختبارا استمر خمسه ايام لتحديد تاثير الشوكولاته في صحه الانسان وحاله جسمه بصوره عامه، التفاصيل في تقرير الزميل سهل الضمور. أثبتت نتائج الدراسة التي أجريت مؤخراً بأن الشوكولاتة تؤثر إيجابياً في عملية التمثيل الغذائي، وأجرى فريق علمي من بريطانيا وسويسرا اختبارًا استمر خمسة أيام لتحديد تأثير الشوكولاتة في صحة الإنسان وحالة جسمه بصورة عامة، وبينت نتائج هذا الاختبار أن عملية التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين يحبون الشوكولاتة ويتناولونها بصورة منتظمة تجري بصورة فريدة. نتائج التحليل أدهشت الفريق العلمي الذي يقوم على الدراسة، حيث أوضحت أن مستوى الكوليسترول في دم أفراد المجموعة التي تناولت الشوكولاتة خلال فترة الاختبار كان منخفضاً جداً. المثير في الموضوع أن الأشخاص الذين يحبون تناول الشوكولاتة الحقيقية كانوا ضمن المجموعة التي تناولت شوكولاتة وهمية، وكان مستوى الكوليسترول عندهم منخفضاً أيضاً. ومن هذا التقرير ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول إضراب المعلمين حيز التنفيذ صباح أمس انتشر عبر الفيسبوك وتويتر هاشتاغ إضراب المعلمين 2014 وفي عبر كل شخص عن رأيه الخاص بهذه الخطوة التي تأتي قبيل بدء الفصل الدراسي الجديد للطلبة في المدارس الحكومية وأيضا في المدارس الخاصة المهندس فرش مشاقبي الذي يعمل في نقابة المهندسين الأردنيين عبر عن تضامنه مع مطالب المعلمين لقوله في تغريدة عبر تويتر أنا لست معلم ولكن أنا مع إضراب المعلمين لكن سائد حدادين خالف هذا الرأي حيث اعتبر المهندس سائد حدادين أن الإضراب هو خطوة فاشلة كما وصفها بتغريدة عبر تويتر حيث قال إضراب المعلمين خطوة فاشلة منظمة من تيار سياسي فاشل كان وما زال معطلا لكل ما يتعلق بالعلم والتقدم والمهنية نعم ومع هذه التغريدة لن نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرة مواقع التواصل الاجتماعي وننتقل الآن مباشرة إلى استوديو نبض البلد والزميل محمد الخالدي مساء الخير محمد مساء الخير لك ليلى ولزميلة لنا محمد ماذا لديك الليلة في حلقة نبض البلد؟ اليوم ضيفنا وزير التربية والتعليم سنتحدث في عديد المواضيع محاور عديدة سنفتحها منها إضراب المعلمين ونتائج الثانوية العامة نعم نعم محمد اذا بنهايه بانتظار نبض البلد الذي ياتي بعد نشره الاخبار مباشره والتي وصلنا الى نهايتها نعم. ولم يبقى الا التذكير بابرز ما ورد فيها من عناوين جلاله الملك يؤكد ان موقف الاردن السياسي والعسكري قوي جدا ويعرب عن ثقته بقدره مؤسسات الدوله والشعب الاردني على صون استقرار المملكه وزير التربيه والتعليم ينتقد النتائج الصادمه للمتقدمين لامتحان الوزاره لوظيفه معلم ويؤكد ان الوزاره ليست حلا للبطاله. ديوان الخدمه المدنيه ينفي نشر نتائج امتحان وزاره التربيه والتعليم لوظيفه معلم. مصر تطلب من الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي تمديد التهدئه الحاليه دون سقف زمني ولا بوادر انفراج في مفاوضات القاهره. و 127 مليون دينار مديونيه مؤسسه الضمان الاجتماعي على المنشات، والمؤسسه تؤكد ان المديونيه لن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم. ولمزيد من المتابعات والاخبار، زوروا موقع رؤيا الاخباري www.royanews.tv شكرا للمتابعه بامان الله.